السلام عليكم. صباح الخير. الأخبار شلونك؟ برد الصبح. باين عليك عبد الله ما نمت عدل. اي ما نمت عدل الصراحة. بعدين شفت شو اسمه طلع مو ساعة احنا. ساعة ونص يمكن. ما في واحد ثاني غيره؟ هو ستيلو ستور مكان واحد. السلام عليكم، اهلا فيكم في فلوق جديد. طبعا نسيت الساعة يا اخوي. مثل ما قلنا الفلوق اللي قبل عزمنا الحين نروح سنوبيل. يعتبر ما تأخرنا بس نطلعين الساعة الحين 8:30. إن شاء الله إن شاء الله أمور طيبة. والأجار كم يكون بالساعة؟ بس لا حق اليوم يصير فل دي. والله؟ تأخذه فل دي؟ لين الساعة 5 الظاهر بعدين يوقف، بس عادي متى ما تبي توقف أنت توقف. ونفس السعودية اللي عندنا الدبابات بالساعة هذول، احنا اللي أخذه يعني يوم كم؟ أيوه. كنا على طول ركبت معاه مسكين الطريق. فطور ما فطرنا، ما سوينا شيء، بس مشي معاه. بدك تفطر انت يعني؟ لا والله وديت من جاي امس ما كنا لا جوا واحد. احنا على وروي صراحه هناك واكلنا. شنو اللي هناك تاكل؟ في مطعم هناك صوب والوستيل ستور. يلا داخل البارك ما راح نقدر، لازم برا لان الشخص اللي راح يكون قدامهم يمشيهم ومشى اوت بارك. قررنا نروح محلات ثانيه ونشوف اذا كان عندهم شخص يدخلنا البارك. اللي ما ادري ايش اللي فيه داخل البارك، بس انه يقول عبد الله في اماكن حلوه داخل، فنروح محلات ثانيه اذا قدروا يدخلونا. اوكي فداخل البارك ان شاء الله ما في برا. بس صدق ملوت ديلات اكشخ من ملوت هذيله. ليش؟ احسهم نفس الشيء كلهم يركبون ويمشون بس نفس الشيء. بس بولارس شنو حركات هذا شنو سكيدي شعليني منه انا اهم شيء يدخلني في الثلج ويمشي بعد. اي والله صح هذا شوف هذه الاحسن شوف مضلينهم والله. طيب هنا عادل شو لا عندهم محطات بعد هنا. اطلع 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 قرادة طلع في ريزرفيشن هنا يبا رد على اللي تعرفه خلاص قالك لا طلع انهم لا لازم تحجز عندهم ومحجوز لحق كذا يوم قدام. رجعنا ما في الا هو الثانيين محجوزين ومخلصين يعني ما في الا شكله ما حد يبي بس انا بناخذه و انا نعبل الجيل ما حد يبي يعني الساعة 11 بنسوي بس ما راح نخش داخل البارك بنكون برا. وين بنروح بيعطينا ماب ما ادري وين بنروح نمشي فيهم. تحت ترى ما بعرف ما بعرف اتحرك من اللبس. شلون عبد الله؟ ها؟ شلون اللبس؟ راسي بس احسه ثقيل. شوف عبد الله كيف يمشي. هو اوريدي عبد الله مشيته كذا بس الحين صار شوي دبل يعني. السالفة الخف ضيعناها شلون؟ شوف الحين احنا طوفنا شفت الشارع احنا المفروض ما نطوف اصلا احنا طوفنا هذه سبع طوفنا مني. الو احنا هذه لفتنا احنا سوينا
ما ادري طيب اوكي أصلاً. نرجع شوي صبع كبير شو نرجع الشارع اللي خطرنا وينه هذا الشارع هذا 20 اوه يبي نرجع هنا كم رقم هذا 13 نرجع حق 13 ونلف من على 14 ونجي على 8 اي ولا نسوي كذي لا لا ما جيناهم ذيلي خلصنا ما تدري انت جيتهم ولا ما جيتهم احنا منين جايين ها احنا منين جايين ما ادري بالله خلص نروح حق زي كذا يلا ما شفت ولا رقم توني شوف هذا السبعة ما شفت ولا رقم ثاني خوي 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 احنا ندري وين احنا فيه احنا ما راح نضيع وير وي ار وي رايت هير توني راكب مشي ما اسرع شلون شقلونا نسيت المنظر هنا مش ممكن شوف شوف النهر كيف والله ممتاز ده ما يصرف بنزين لنا ساعتين تقريبا احنا مشتغلين عليه ولا نزل ولا شيء مشغلين الايكو كم طفي الايكو هذا هو الحين خليته على السبورت راح اكون اسرع من عبد الله بس بشوف عبد الله ايش بيحس فيها الحين بيقول ليش ما تسرع؟ ما يدوس ليش؟ ما يدوس شلون؟ انت شاطر في يمي وانا قاعد ترى قاعد ادوس على الحد هذا 45 طلع شنو يمديك تدوس فوق 45؟ لا ليش تدوس اسرع منك؟ ها؟ رفع على حق سبورت متحدث سبورت انا ايه ابي اصعد ابي اصعد بسرعه وخف ايه شوف يوم حطيت على السبورت نقص البنزين قبل شو مرضي ينزل خوي قام يدخن خربان ما عطينا يعطونا هذا الليلي لا ترى هذا مكان كيف؟ مكان لازم تمشي فيه 10 ايه احنا بنمشي فيه 10 ان شاء الله ارجع قري بس رجع قري وصلنا وايد يعني بوت لانش يقول لك هنا بس بس طلعنا برا يعني وصلنا خريطه ثانيه والله عدينا المرحله خلاص شوف عبد الله الحين تقريبا بيجي معصب عرفت شلون؟ لاننا مضيع انا وخرت عنه رحت طريق ثاني تقريبا لي نص ساعه الحين ما شفته تو جاي ايش فيك؟ قاعد امشي ذا شوف ما في هذا وارجع نفس المكان اللي كنا فيه بعدين نرجع امشي شوي واشوف خط هذا ايه فقاعد الحق الكوره اروح داخل مطبات كذا واحد اخر شيء يلا لفت شوي طفى خلهم نروح نتمشى الله شلون خوي اخيرا طلعنا شو تسوين هنا واقف ثاني يا احمد لا تسوي اي بيجي داري دخل من ذيك الجهه ما قدرنا نطلعها من ذي الجهه هذا اكثر شيء لازم ينحط في الفيديو انجزنا والله هذا بدل الجيم يا عبد الله خلاص ما في شو كيف طلعنا من هنا كان كله في الثلج المشكله وشن هي اني باخش ذي الجهه ديورت قبلت الشجره وانا جاي هنا بس شفت انه صعب قلت بروح يسار احنا ما ندري انه في اصلا ريوس تونا بحثنا في اليوتيوب طلع فينا ريوس بحثنا في اليوتيوب وعرفنا كيف نشغل خدمه الريوس
واخيرا تلفوني رن. ان شاء الله ما يدش مره ثانيه. ان شاء الله. يلا. مشكلة الحين لي الحين ساعتين ما اقدر اسوي ساعتين مضيع عبد الله ما شفت عبد الله فريت المكان كله رجعت مكان ما جينا ورحت حتى حق المكتب الاجار ما شفته بقى على تسليم السنوموبيل تقريبا ساعة ونص فلازم في ذي الحدود في ذي الوقت لازم يرجع المكتب تعبت انا دوره هنا فبرجع المكتب مره ثانيه وان شاء الله نشوفه هناك في شبكه هنا بس جواله اوريدي من اول ما نزلنا العيب فيه انه ما شحن جواله فاول ما ركبنا سنوموبيل هنا طفى جواله ف يعني لو انه افتقدني او انه يقدر يمشي او يسوي شيء ما ادري هل صار له شيء ولا ما ادري ايش السالفه انه حط في بالي انه الوقت اللي افتقدته فيه حين انا يقدر هو يروح مثلا السياره او المكتب ويشحن جواله ويكلمني كل شوي اشيك الجوال وادق عليه ستيل جواله مقفل والله ما ادري ايش اسوي بس انتظر لين الخمس واشوف ضيعنا احلى مكان شوف هلا بالوحش صور له شوف بسم الله وصلت المكتب برضو عبد الله هنا باقي ساعة بنتظر الساعة دي على ما يقفلونهم جابة صحيح ما انتبه لي الحين انت وين رحت؟ احنا ما اقول لك انتظر بروح اصور الجسر وبرجع عديت الجسر اللي مشيت سيده ورحت سيدي لين قال ما في سنوموبيل بعدين قدام في النهاية قال ستوب سنوموبيل ما شنو ديوارت الحين اوريك انا بالخريطة وين رحت بالضبط ورجعت وفي فتحة ثانية صور حلو ضعت ما علي انت همشي مو بواحد من الاهل ولا مو بزوجتي ولا بنت ما بيسرش اسمع يعني ما كملنا ما علي انت اللي ضعت ما مهتمين بهذا شكل ما انت اللي ضيعت انت انا ضيعتك انت ضعت ما برضي يدلونك فيه اهم شيء انا ما يدال الا جزاهم الله خير الامريكان دلوني ولا كان ما عرفت ارد اكمل سيده ما في بس اهم شيء استانسنا الحين بنروح ناكل لنا شيء الحمد لله رب العالمين فاتوقع ان ننهي الفلوق الحين يلا ففي نهايه الفلوق لا تنسون الاشتراك في القناه وعمل لايك للمقطع والسلام عليكم